في عز الشتاء تم طرد عائلة من 10 أفراد من مسكنها الكائن بحي خميستي بعد صدور قرار بالطرد من طرف المحكمة لصالح شخص آخر، لتجد العائلة نفسها تقطن بخيمة وسط الطريق في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مزرية. خرجنا من دارنا اللي احنا بنيناها وبنيناها مساس، قالنا باللي هذا الدار داري. لاجونس دخلنا الشرع، جات معنا لاجونس وجات معنا البلدية، عاود دخلهم هما للشرع معنا حنايا، باسكو لاجونس اللي هي الوكالة العقارية جات في صفنا، وبلدية بئر الجيل جات في صفنا. الوكالة العقارية عوضاته، عطاته تعويض على هاد الأرض على خاطرش قالت لها راهي تحت النزاع، ادى التعويض وزاد ادالنا دارنا، ورانا ساكنين في قيطون تحت هاد النو. أنا والدي زوج شيوخة، عندي خوتي 8، حنا رانا 8 رانا برا، ما رانا نقرو، ما رانا ناكلو، ما رانا نرقدو. وضعيتهم دفعتهم إلى مناشدة السلطات التدخل وإنصافهم. أنا نطلب من السلطة سيدي الوالي، أنا سمعني عليك بزاف سيدي الوالي تاع ولاية وهران، أنا سمعني عليك بزاف وأنت إنسان تاع حق، أنا نطلب منك تتدخل. هؤلاء الأطفال المتمدرسين قد يكونوا أول من يدفع ثمن نزاع لا دخل لهم فيه.